عمالي انت وهو. الحقيني الحقيني يا ابو محمود. الحاج عبد العزيز زمانه على وصول. اتفضل اتفضل يا جدع. معلش يا دكتور تعبينك معانا. ما تقولش كده يا حاج. اتفضل. عودي يا ابو محمود. يا ساتر. اتفضل يا دكتور نجيب. يا رب. ربنا ينتعك بالسلامة دلوقتي وتبقى حلوة قوي. شد حيلك امال. ما تقلقش خالص. ادعي لها يا حاج. يا رب. مبروك يا حاج عبد العزيز. ربنا اكرمك بولد. الله يبارك فيك يا دكتور نجيب. ها وهتسميه ايه؟ نجيب. نجيب محفوظ. دكتور نجيب ميخائيل محفوظ باشا استمر في اخلاصه واجتهاده واسس اول قسم امراض نساء وولاده وبقى من اعلام الطب في مصر والعالم. الطفل اللي اتولد على ايديه وتسمى نجيب محفوظ كبر وبقى من أهم أعلام الأدب المصري والعربي والعالمي. وفي 1988 حصل على جائزة نوبل للأداب عن مجمل أعماله الأدبية. وطول حياته كان الأديب الراحل نجيب محفوظ بيتكلم بفخر كبير عن سر تسميته نجيب محفوظ.